صباح يوم 11 مايو سنة 1971، وأثناء ما كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات موجود في بيته، تفاجأ بواحد من الحرس جاي ببلغه إن في ضابط شرطة جاي من إدارة التليفونات بوزارة الداخلية وطالب يقابله. وبعد ما السادات سمح بمقابلته، تفاجأ بأن الضابط ده داخل عليه ومعاه صندوق مليان أشرطة وعليها تسجيلات. واحد من ضمن الشرايط دي كان مسجل عليه اتنين من اللي اتعرفوا بعد كده باسم مراكز القوة، وكانت المكالمة كلها بتدور حوالين مخطط التآمر عليه واغتياله. وعشان كده بعدها مباشرة، وتحديدا يوم 15 مايو سنة 1971، قام جاي السادات عمل حاجة اسمها ثورة التصحيح. وأسباب الثورة دي وإجمالا هنختصرهم في حاجتين. الحاجة الأولى كانت مراكز القوة، واللي تقريبا كانوا فعليا مسيطرين على البلد بالكامل. أما الحاجة التانية فهي اللي بسببها هنتكلم عن حلقة النهاردة، وهي ان السادات كان عنده الثقة الاكيدة ان في شبكة جواسيس موجودة داخل نظامه، وان الشبكة دي وصلت لحد مكتبه هو شخصيا، يعني اوراقه، تليفوناته، محادثاته، كل حاجة تقريبا. وللأسف الشديد كل توقعه السادات كان صحيح. وفي عز ما كانت البلد مقلوبة والدربكة طايلة مصر كلها، بعد الثورة دي بيومين فقط، وتحديدا يوم 17 مايو سنة 1971، اليوم ده وعلى الجانب الآخر هناك في الاتحاد السوفيتي، واحد من ضباط المخابرات السوفيت دخل على مكتب رئيس المخابرات السوفيتية وسلموا ملف في ايديه، وقالوا الملف ده جاي من صديقنا في مصر. كان الملف ده من الخارج بيحمل علامات البريد السويسري، يعني مرسل من سويسرا لمبنى المخابرات السوفيتية. وكانت المفاجأة انه لما تم فك او فض الملف اللي قدامهم، تفاجئوا ان بداخله 270 نسخة ورقية كلهم مكتوب عليهم شعار سر للغاية مكتب رئيس الجمهورية. واتضح ان كل الاوراق او كل النسخ دي مسربة أو مسروقة من داخل مكتب الرئيس الراحل محمد أنور السادات. ولكن كل المعلومات اللي كانت موجودة في الملف كوم، والمعلومات الواردة عن الكواليس اللي حصلت يوم وفاة ويوم جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانت كوم تاني. وهنا وعشان أحكي لك التفاصيل أو الكواليس اللي حصلت، هنرجع مع بعض بالتاريخ للخلف ليوم 28 سبتمبر سنة 1970. اليوم ده وبعد ما خلاص تأكد خبر وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بدأت كل العيون تنتبه وبدأت الألسن تتكلم. وبعد ما كان الموضوع مجرد تساؤلات، تحول بسرعة البرق لشكوك واتهامات. وبدأت بعدها تنتشر الإشاعات وبعض الأقاويل اللي بتقول إن الرئيس مات مسموم. كل الكلام اللي كان بيتقال، سواء بيتقال في العلن بشكل مباشر أو بيتقال من تحت لتحت، كان السادات في الوقت ده واقف أمام جثمان الرئيس جمال عبد الناصر وهو في منتهى الحيرة. 20 دقيقة كاملين مروا عليه في حالة صمت وكأنهم عمر كامل. كان عنده الثقة الأكيدة إن في يوم من الأيام التاريخ هيرجع ويقف عند النقطة دي. وعشان كده وخلال لحظات خرج من الغرفة، دخل واحد من المكاتب، رفع سماعة التليفون واتصل على واحد اسمه دونالد كلايتون بيرجس. وكان الشخص ده اللي بيتصل عليه هو القائم بالأعمال والمصالح الأمريكية داخل القاهرة. أول ما بدأت المكالمة، دونالد حب إنه ينتهز الفرصة عشان يقدم واجب العزاء لأنور السادات. ولكن قبل ما يكمل كلامه، قطعه السادات وقال له أرجو إنك تسمعني كويس لأن مفيش وقت، عايزك حالا تبعت برقية عاجلة للبيت الأبيض للرئيس نيكسون شخصيا، وتبلغه إن عايز فريق من خبراء السموم يحضروا فورا على القاهرة عشان يتم الكشف على جثمان عبد الناصر قبل ما يتم دفنه، ولأننا كمان عايزين نتأكد من طبيعة الوفاة، هل الوفاة كانت طبيعية ولا عبد الناصر مات مسموم. استمرت المكالمة دي لمدة 7 دقايق كاملين، خلالهم الراجل ما نطقش ولا نص كلمة. كل اللي قاله بعد ما السادات خلص كلامه، اطمئن واعتبر ان الرسالة وصلت. المهم ان اول ما المكالمة خلصت من هنا، دونالد بيرجس اللي هو القائم بالاعمال الامريكية راح جاي مكلم الرئيس الامريكي في البيت الابيض وشرح له كل طلبات السادات. بعد المكالمة دي مباشرة، انجا الرئيس الامريكي رفع سماعة تليفونه واتصل على وزير الصحة الامريكي إليوت ريتشارد. وبعد ما شرح له الموقف بالكامل في نفس المكالمة، قال له انت معاك صلاحيات رئاسية كاملة، يعني اتصرف كيفما تشاء حسب تداعيات الموقف اللي هتكون فيه. أول ما المكالمة خلصت، وزير الصحة الأمريكي راح جاي متصل على مدير المخابرات المركزية الأمريكية، واللي كان في الوقت ده اسمه ريتشارد هيلمز. طبعا مدير المخابرات الأمريكية فهم المطلوب والمقصود في نفس الوقت، فرد عليه وقال له اعتبر ان كل حاجة جاهزة، بمجرد ما توصل المطار هتلاقي الفريق في انتظارك. ولكن قبل وزير الصحة ما يتحرك من المطار، اتصل على القائم بالأعمال الأمريكية في القاهرة وقال له بلغ السادات إننا هنتحرك خلال دقايق من واشنطن. وبالفعل دونالد بيرجس أو القائم بالأعمال اتصل على السادات
وبلغه بأن خلاص فريق الخبراء هيتحرك حالا من هناك. فرد عليه السادات وقال له انه عايز الموضوع ده ينتهي في منتهى السرية والسرعة في نفس الوقت، واتفق معاه في نفس المكالمة على كلمة سر هيبلغوا بيها اول ما الوفد يوصل على القاهرة، وقال له عشان اقدر اخللهم المكان ويعرفوا يدخلوا على عبد الناصر ويعملوا حسابهم انهم هيدخلوا بحجة القاء نظرة الوداع الاخيرة على الجثمان. المهم انه اثناء المكالمة دي ما بتحصل في مصر، كان على الجانب الاخر هناك في واشنطن وزير الصحة الامريكي وصل فعليا على المطار، ولقى هناك فريق خبراء السموم في انتظاره داخل طيارة عسكرية نفاثة، وكان المفترض ان الطيارة دي هتوفر عليهم في الوقت 7 ساعات كاملين. المهم انهم بعدها وصلوا على مطار القاهرة وتبلغ للرئيس السادات بميعاد وصولهم، وكانت كلمة السر اللي ما بينه وما بين القائم بالاعمال الامريكية لقد وصل الوفد لاداء واجب العزاء، ويدوب دقايق وكان فريق خبراء السموم وصلوا فعليا على منزل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. اول ما وصلوا دخلوا على غرفة الرئيس بحجة القاء نظرة الوداع. كل اللي كانوا موجودين داخل المكان مفيش اي حد فيهم كان عارف الفريق ده جاي يعمل ايه بالظبط، ولكن الوحيدة اللي كانت على علم مسبق بوصول الوفد ده تحديدا هي السيدة تحية عبد الناصر زوجة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. في الوقت ده وقبل الوفد ما يوصل طلب السادات انه يقابل السيدة تحية، واللي كانت وقتها في حالة انهيار تام، وبلغها وقال لها ان في بعض خبراء السموم الامريكان هيوصلوا على البيت خلال دقايق، واستأذنها انهم يدخلوا على الرئيس عشان يكشفوا عليه وياخدوا بعض العينات منه، وقال لها ان كل اللي بيحصل هو للتاريخ وكمان عشان يطمئن قلبه، وطلب منها انها تكون موجودة داخل الغرفة وتنتظر بداخلها لحد الوفد ما يوصل عشان كل حاجة تحصل تكون قدام عينيها. ساعتها ما قدرتش انها تتمالك نفسها وانهارت او اجهشت بالبكاء. كل اللي قالته للسادات قالت له انا مش طالبة منكم غير انكم تحترموا جثمان عبد الناصر. المهم ان خلال دقايق كان وصل فريق خبراء السموم الامريكان وعلى رأسهم وزير الصحة الامريكي، واول ما دخلوا وقف السادات مباشرة ورا الباب عشان يمنع اي حد من الدخول، وخلال ثواني كان بدأ الفريق يقوم باجراءاته. واحد منهم بدأ انه يعمل الكشف الظاهري على الجثمان، يعني يشوف لون الجلد، لون العينين، حالة الأنف، اللسان. في نفس اللحظة كان بدأ خبير تاني انه يطلع علب طبية من جيبه عشان ياخد بعض المساحات من جسد عبد الناصر، يعني عينة من الأنف، عينة من الأذن، مسحة من على اللسان. طبعا كل الكلام ده كان بيتم في منتهى السرعة، لحد ما بدأ واحد فيهم انه يطلع حقنة من جيبه عشان يبدأ يسحب عينة من كبد عبد الناصر. وحضراتكم طبعا عارفين ان في حقن مخصصة للغرض ده بيتم عن طريقها سحب عينات من داخل الجسد، زي بالظبط عافانا الله وإياكم العملية اللي بتسمى بخزعة الكبد. المهم ان في نفس اللحظة اللي بدأ فيها الخبير يعمل الإجراء ده قامت بسرعة السيدة تحية عبد الناصر ورفضت الإجراء ده بشكل تام، وبصت للسادات وقالت له هو ده برضو اتفاقنا يا أنور؟ هو ده احترامك لجسد عبد الناصر؟ فرد عليها وقال لها ان كل اللي بيحصل ده لمصلحة ناصر، وقال لها انه عمل التصرف ده مخصوص عشان حق ناصر عليه. المهم انها اقتنعت والفريق كمل شغله. بعدها خدوا العينات، خرجوا من بيت عبد الناصر وتوجهوا مباشرة على مقر السفارة الإسبانية في القاهرة، ومن داخل السفارة الإسبانية في حي الزمالك سافرت العينات على المعامل المركزية في واشنطن. وهنا حد من حضراتكم ممكن يسأل سؤال مهم جدا، هيقول لي طيب انت دلوقتي في وسط الكلام قلت انهم اتحركوا من بيت عبد الناصر على السفارة الإسبانية، وقبل كده قلت ان السادات تواصل مع القائم بالأعمال الأمريكية داخل القاهرة، طيب ليه ما راحوش على السفارة الأمريكية وليه ما تواصلش مع السفير الأمريكي مباشرة؟ هرد على حضرتك وأقول لك لأن في التوقيت ده لا كان في سفارة أمريكية ولا كان في سفير أمريكي، لأن العلاقات المصرية الأمريكية بعد نكسة 67 كانت متدهورة جدا جدا، وكل اللي كان ليهم هنا في القاهرة هو القائم بالأعمال الأمريكية داخل مصر، هو ومعاه بعض المساعدين، وكان مكانهم في مكتب صغير كده داخل مقر السفارة الإسبانية في حي الزمالك، واستمروا على حالهم ده من شهر سبتمبر 1967 لحد شهر فبراير 1972. نرجع مرجعنا بقى لموضوع العينات. العينات أول ما اتخذت من هنا وسافرت على واشنطن، هناك تم فحصها في مكان اسمه مركز ساوث ويسترن الطبي، وده مكانه في جامعة تكساس الأمريكية. طيب ليه اختاروا المركز ده تحديدا؟ وليه بقولك اسمه دلوقتي؟ وإيه هي أصلا نتيجة التقرير؟ خليك بقى فاكر الأسئلة دي كويس جدا عشان هنحتاجها كمان دقايق. دلوقتي حالا احنا خلاص هنسيب شهر سبتمبر 1970 اللي هو الشهر اللي توفى فيه جمال عبد الناصر،
وهنسيب كمان مايو 1972 اللي هو الوقت اللي وصلت فيه الملفات السرية على مكتب مدير المخابرات السوفيتية، هنسيب بقى التاريخين دول بأحداثهم باللي حصل فيهم بشكل مؤقت، وهنروح مع بعض لتاريخ تاني لصباح يوم 19 يناير سنة 1983، اليوم ده اللي أعلنت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية نجاح جهاز الموساد في القبض على جاسوس إسرائيلي شغال لصالح السوفييت، وكان الجاسوس الإسرائيلي ده اسمه العالم الدكتور ماركوس كليمبرج. طيب قبضتوا على الراجل ده ليه؟ قالك انه ضبط متلبس وهو بيتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي. حلو حلو، ركز كويس جدا بقى عشان الكلام كله مع الراجل ده. طيب الراجل ده بقى قصته وحكايته حكاية هو وعيلته كلها، ولكن اللي يخصنا من عيلته هو شخصيا، اسمه ابراهام مردخاي موشيه حيين كليمبرج. اتولد في بولندا سنة 1918. في سنة 1935 التحق بكلية الطب في جامعة وارسو، يدوب وصل لسنة رابعة يعني 1939 وقامت الحرب العالمية الثانية. طبعا الدراسة توقفت، الأسرة تشتتت، الأم اتقبض عليها واتسجنت، والده بقى كان راجل أصيل حافظ للجميل، راح جاي سايب مراته في السجن وخد ولاده وهرب بيهم على موسكو. أول ما وصلوا على موسكو على طول الولد راح جاي مقدم في جامعة اسمها جامعة مينسك، وهناك تخصص في علم اسمه علم الوبائيات. في الفترة دي ولما بدأوا الألمان في غزو روسيا على طول اتطوع في الجيش الروسي وخدم كطبيب مجند في الجيش الروسي، وأول ما خلصت الحرب رجع واشتغل مرة تانية في علم الوبائيات. فضل بقى على الحال ده لحد شهر مايو سنة 1948، لحد ما بدأت تزداد الدعوات للهجرة لأرض فلسطين. ساعتها راح جاي واخد بعضه هو ومراته وبنته وهجروا على فلسطين، وأول ما وصلوا هناك انضم للجيش الإسرائيلي كطبيب في سلاح الخدمات الطبية. استمر بقى في موقعه ده لحد ما وصل لرتبة عقيد سنة 1957، وقتها وبسبب كفاءته في علوم الوبائيات اتعين بمعرفة بن غوريون شخصيا نائب لمعهد الأبحاث البيولوجية، وكان المعهد ده اسمه معهد نيس زيونان. كويس كويس، ركز بقى، المعهد ده يعتبر من المنشآت الأشد سرية من بين كل المراكز والمواقع الأمنية في تل أبيب، واللي أنشأ المعهد ده هو ديفيد بن غوريون، وتقدر تقول عليه كده إنه بناه بإيديه طوبة طوبة. الهدف بقى من إنشاء المعهد ده هو إنتاج وتطوير السموم والوبائيات الخبيثة لتنفيذ أعمال الاغتيالات الهادئة. مكان أو عنوان المعهد ده في 24 شارع لير على بعد 20 كيلو جنوب تل أبيب في ضاحية اسمها نيس زيونا، وحسب المعلومات إن عدد اللي شغالين جواه 360 فرد، منهم 160 عالم، أقل واحد فيهم بيحمل 4 شهادات دكتوراه، وكلهم علماء في مجال الحرب البيولوجية وتطوير الفيروسات القاتلة. ده بالإضافة ل 170 عالم رياضيات وهندسة بيولوجية، وكلهم موجودين في المكان ده عشان يشتغلوا على مشروع اسمه مشروع تطوير السموم القاتلة، والمعروف باسم جرعات القتل اللذيذ. والعلم حضرتك المعهد ده من سنين وهو مرسوم حواليه علامات استفهام كبيرة جدا. كان واحدة من ضمن علامات الاستفهام دي الحادثة اللي حصلت يوم 4 أكتوبر سنة 1992. اليوم ده اتفاجأت السلطات الهولندية بأن في طيارة من طراز بوينج 747 تابعة لشركة العالي الإسرائيلية انفجرت وتحطمت على أراضيها، ولما جم يحققوا في الحادثة اتضح ان الطيارة البوينج 747 ما كانش راكب عليها الا فرد واحد فقط لغير، واكتشفوا ان الفرد ده ضابط بالموساد الاسرائيلي. المفاجأة او الكارثة اللي اكتشفوها ان الطيارة دي كان عليها شحنة شديدة التأمين عبارة عن 190 لتر من مادة اسمها دايمثل ميثيل فوسفونات، والمادة دي عبارة عن غاز الأعصاب الأخطر والأشد خطورة في العالم كله. واكتشفوا إن المادة دي خارجة من الولايات المتحدة الأمريكية من مركز اسمه ساوث ويسترن رايح لمكان تاني اسمه معهد نيس زيونا، والمكان ده في تل أبيب. حضرتك خدت بالك بقى من الأسماء وربطت ما بين المكانين؟ نرجع مرجوعنا بقى لإبراهام كليمبرج أو الشهير باسم ماركوس كليمبرج. الراجل ده زي ما قلت لحضرتك كده، وبسبب كفاءته في علم الوبائيات أجبرت ديفيد بن غوريون على إنه شغله نائب لرئيس المعهد. وظيفته دي بقى تقدر تقول عليها كده إنها هي اللي فتحت له أبواب وخزائن أسرار المعهد بالكامل. وعايز أقول لحضرتك إن المعهد ده بأبحاثه بأعماله بإجرامه
يعتبر من أصعب وأشد الأسرار صعوبة على أي جهاز مخابرات على مستوى العالم. فلك أن تتخيل أن الكيان الغامض ده بكل أسراره، وأن في أجهزة مخابرات كتير جدا حاولوا يخترقوه وفشلوا، كل الأسرار دي كانت مع ماركوس كليمبرج. أهو الراجل ده بقى بأهميته والسرية الشديدة جدا المحاط بها، إلا أنه وبطريقة ما نجحت المخابرات السوفيتية في أنهم يجندوه لحسابهم، وتمت عملية التجنيد سنة 1957. يعني جندوه بعد ما اشتغل في معهد نتيونة بشهور فقط لا غير، وظلت عملية تجسسه في خفاء وكتمان وسرية لحد ما تم القبض عليه سنة 1983. ماركوس كليمبرج لما اتقبض عليه، فالموساد بيسأله بيقول له: حجم المعلومات اللي انت سربتها او اللي اديتها للسوفييت تقريبا كده وصل لحد فين؟ رد عليهم وقال لهم: كل حاجة. اديتهم كل حاجة، كل المعلومات اللي سربها ماركوس للسوفييت كانت كوم، لكن المعلومات اللي أدرجت تحت اسمه في الملف رقم 1052 كانت كوم تاني. طيب يطلع ايه بقى الملف رقم 1052؟ الملف ده بقى يا سيدي كان بيشمل وبيضم كل المعلومات عن الحوادث الوبائية الخاصة بجمهورية مصر العربية، وكان من ضمن الحوادث الوبائية دي معلومة خاصة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ركز معايا هنا بقى كويس، عشان احنا كده اتنقلنا من حدث لحدث لحدث ورجعنا تاني للرئيس جمال عبد الناصر. كارلوس كليمبرج او الجاسوس ابراهام كليمبرج قال ايه في الملف او في التقرير ده؟ قال انه في مطلع سنة 1959 تم استدعائه بصفته نائب لمعهد نيس للسموم، وكان الاستدعاء ده مش ليه لوحده، ده كان هو ومعاه مجموعة من العلماء من داخل المعهد، وعلى رأسهم العالم البيولوجي ديفيد إرنست بيرجمان، وتكون نوعية السموم دي الهدف منها هو القتل الهادئ، بحيث انه يستحيل الكشف عنها مهما بلغت درجة الفحص. وخلال نفس الاجتماع طلب منهم ان اول نوع سم يبدأوا يشتغلوا عليه يكون مخصص لاستهداف واغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر. بيكمل كارلوس كليمبرج ويقول انهم فعلا بعد الاجتماع ده بدأوا يشتغلوا على اول جرعة سم مخصصة لجمال عبد الناصر، وفعلا وفي خلال شهور انتجوا نوعية خاصة جدا جدا كانت بتنتج لأول مرة داخل المعهد. النوعية دي وبعد ما تم انتاجها وتم تسليمها لرئيس الوزراء ديفيد بن غوريون اطلق عليها مسمى القيثارة الهادئة، وكان من ضمن المعلومات الخطيرة جدا كانت المعلومة دي عبارة عن تسجيل صوتي مفرغ. كان التسجيل ده خاص باجتماع تم انعقاده يوم 5 ديسمبر سنة 1969، وكان الاجتماع ده منعقد داخل مقر السفارة الإسبانية بحي الزمالك بالقاهرة. كان مين بقى اللي حاضرين الاجتماع؟ أول واحد ضابط اسمه يوجين ترو، وده كان ضابط بالمخابرات المركزية الأمريكية. رقم 2 سيدة دبلوماسية اسمها ماري باربور، ودي كانت المساعدة الأولى للسفير الأمريكي في تل أبيب. ورقم 3 كان دونالد بيرجس القائم بالأعمال الأمريكية في القاهرة، وهو ده نفس الشخص اللي قلت لحضرتك اسمه في البداية، اللي الرئيس السادات اتصل عليه وطلب منه انه يبلغ الرئيس الأمريكي انه عاوز فريق خبراء للسموم عشان يكشفوا على جسد جمال عبد الناصر. المهم ان التفريغ اللي حصل للاجتماع ده بقى كان بيقول ايه؟ هم قاعدين في الاجتماع بدأوا انهم يتكلموا عن تفاصيل خطة وضعها الموساد فعليا لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. كان محور او اساس الخطة دي بيتكلم عن استهداف عبد الناصر باستخدام السم، او حقنه بواسطة فيروس يسبب عنده اعراض شديدة او مضاعفات شديدة يصعب معها الشفاء. فردت وقتها مساعدة السفير الامريكي في تل ابيب وقالت: طيب ما هم حاولوا كذا مرة قبل كده، الموضوع ده هيتم دلوقتي ازاي؟ فرد ضابط المخابرات الامريكي وقال انه هيتم استهدافه بواسطة سم تم وضعه داخل سن ضئيل جدا جدا. فرد عليهم دونالد بيرجس اللي هو القائم بالاعمال الامريكية هنا في القاهرة اللي لسه قايلك عليه، قال لهم: طيب الكلام ده بقى هيتم ازاي؟ مين اصلا اللي هيبقى عنده الجراءة يحقن عبد الناصر بالسم ده؟ رد عليه ضابط المخابرات الامريكي وقال له: السن اللي هيتم حقن عبد الناصر به لم ولن يشعر به على الاطلاق، وحتى لو شعر به هيبقى بالظبط زي الرعشة او الكهرباء اللي بتيجي في جسم اي بني ادم عادي. فرجع دونالد بيرجس يسألهم مرة تانية وقال لهم: طيب تأثير السم ده هيكون مداه لحد فين ووقت قد ايه؟ فرد عليه ضابط المخابرات الامريكي قال له: الموضوع اسهل مما تتخيل بكتير، عبد الناصر مريض قلب ومريض سكر،
وتاريخه وتاريخ عيلته المرضي هيسهل علينا المهمة بكتير. كل المهمة ان احنا هنعجل بأزمته القلبية لا اكثر ولا اقل. الكلام لما اتقال بالشكل ده رد عليهم دونالد بيرجس وقال لهم خدوا بالكم ان الموضوع ده لو تم اكتشافه فالمشكلة اللي هتحصل مش هتكون مع مصر لوحدها، المشكلة هتكون مع العالم العربي كله، لان عبد الناصر بالنسبة لهم زعيم مش مجرد رئيس وبس. فردت عليه مساعدة السفير الامريكي في تل ابيب وبمنتهى الخبث والدهاء قالت له الاهم مش رد الفعل، المهم بالنسبة لنا دلوقتي هو موت جمال عبد الناصر. وعايز اقول لحضرتك ان كل كلمة بقولها لك دلوقتي هتلاقيها موجودة داخل ملفات او مذكرات رئيس المخابرات السوفيتية، ونفس الكلام بالاضافة طبعا لمعلومات تانية تخص مصر ودول عربية تانية هتلاقيها في مذكرات الجاسوس ماركوس كليمبرج. ولعلم حضرتك ماركوس كليمبرج ما كانش هو لوحده بس اللي جاسوس لصالح السوفيت، زوجته كمان كانت جاسوسة، بنته الشهيرة باسم سيلفيا الحمراء برضو كانت جاسوسة، زوج بنته المعروف باسم عودي أديب برضو كان جاسوس، يعني العيلة كلها أنعم وأكرم. المهم إن الاجتماع ده تم يوم 5 ديسمبر سنة 1969 وعبد الناصر انتقل إلى رحمة مولاه يوم 28 سبتمبر سنة 1970، يعني بعد أقل من سنة واحدة من انعقاد الاجتماع. خد بالك إنه اختتم معلوماته في الملف الخاص بعبد الناصر لما قال ان عينة السم او النوعية المخصوصة من السم الخاص بعبد الناصر تم الانتهاء من تصنيعها او تطويرها في منتصف 1970، وبعدها تم تسليمها للمساعد لاستخدامها. لما تيجي حضرتك بقى تجمع الكلام ده او المعلومات دي كلها، سواء الملف اللي سربه الجاسوس للسوفيت او سواء اعترافاته هو شخصيا في مذكراته او اللقاءات الصحفية اللي اتعملت معاه فيما بعد لما سافر على فرنسا، كل الكلام ده لما تجمعه هتلاقيه متوافق مع التصريح اللي قاله الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، التصريح أو الاعترافات اللي قالها بنفسه في صحيفة معاريف الإسرائيلية سنة 2014 لما قال كده نصا وحرفا الموساد الإسرائيلي هو المسؤول عن اغتيال جمال عبد الناصر. طيب نرجع بقى هنا وفكرك بالسؤالين اللي كانوا في منتصف الحلقة واللي قلتلك هنحتاجهم بعد دقايق. السؤال الأولاني ليه معهد ساوث ويسترن تحديدا، أما السؤال الثاني العينات اللي اتخذت وسافروا بها على الولايات المتحدة الأمريكية كانت النتيجة أو المردود بتاعها إيه؟ الإجابة يا سيد الفاضل وبمنتهى البساطة هو إن معهد نيس الإسرائيلي ومعهد أو مركز ساوث ويسترن الأمريكي كل حاجة حرفيا بتحصل بالتنسيق معاه. والعلم حضرتك مش بس المعهد ده، ده كل الوحدات المركزية سواء في جامعة حيفا أو هداسة أو حتى المراكز اللي موجودة في بئر سبع التابعة للموساد وللشباك ولكل الأجهزة الأمنية كلهم بيشتغلوا بالتنسيق مع مركز ساوث ويسترن الأمريكي، وسنويا بيشتغلوا على إنتاج وتطوير أشد وأخطر أنواع السموم على مستوى العالم. هتقول لي طيب والعينات اللي خدوها من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ردوا بعدها على السادات قالوا له إيه؟ هرد على حضرتك وأقول لك إن أساسا مفيش أي رد ولا أي نتيجة وصلت، كل اللي حصل مجرد ردود سمعية، كل اللي قالوه إن الوفاة طبيعية أو نتيجة التحاليل طبيعية زي ما قالوا الأطباء المصريين بالظبط. أما بالنسبة لنهاية الجاسوس ماركوس كليمبرج اللي سلم الملف للمخابرات السوفيتية كانت نهايته إنه بعد ما تم القبض عليه في يناير 1983 وبعد جلسات محاكمات استمرت لمدة 4 شهور صدر عليه الحكم بالسجن لمدة 20 عام، ولم يمض داخل السجن إلا 16 عام فقط لغير. وعايز أقول لحضرتك إن كل الجلسات كانت شديدة السرية ووقفوا النشر ومنعوا الكلام في القضية تماما، والأكتر من كده إنه بعد ما تم الحكم عليه قضى فترة عقوبته أو أمضى فترة عقوبته 16 سنة داخل سجن انفرادي أو حجرة انفرادية ما بيشوفش فيها اي مخلوق، حتى الضباط اللي كانوا حواليه او الامن اللي موجود حواليه ما يعرفوش اصلا هو مسجون ليه، كانوا منعينه من التواصل مع اي بني ادم على الاطلاق، حتى اهله طوال مدة 16 سنة كانوا ممنوعين من زيارته، لدرجة ان هم اعلنوا بعد كده في الصحف او في وسائل الاعلام الاسرائيلية قالوا ان العالم الدكتور ماركوس كليمبرج اصيب بحالة نفسية واضطرينا اننا نودعه احدى المصحات النفسية في دولة اوروبية ما. كل الكلام ده عشان الصحافة الاوروبية لا تدور ولا تسأل ولا تكشف اي اسرار عن اللي حصل، يعني زي ما قلت لحضرتك انه سرب اخطر اسرار اهم منشأة بيولوجية عندهم. وفي النهاية نيجي للسؤال الاهم، هو فعلا السادات ممكن يكون تخلص من عبد الناصر؟ ارد لحضرتك واقولك ان السؤال اصلا ما ينفعش يتسأل كده، هو السؤال
ليه اصلا السادات ممكن يعمل كده؟ ليه السادات يتخلص من عبد الناصر؟ السادات لو فعلا كان عايز يتخلص من عبد الناصر كان ليه يستدعي الامريكان عشان ياخدوا العينات منه؟ السادات لو عاوز يتخلص من ناصر كان ليه صمم على وجود السيدة تحية عبد الناصر اثناء شغل خبراء السموم؟ كان من باب اولى تخلص من اللي دبر له محاولة اغتيال اكتر من مرة. عبد الناصر لو فعليا كان تم اغتياله بالسم فالاولى نعرف مين اللي من مصلحته موت عبد الناصر. وفي النهاية هنتظر رأي حضراتكم في التعليقات، هنتظر رأيكم في المعلومات اللي اعتقد ان جزء كبير من حضراتكم لاول مرة بيسمعها، واللي فعليا لاول مرة بيتم اذاعتها ونشرها. وسواء حضرتك اتفقت او اختلفت مع عبد الناصر او السادات فالاثنين قد افضى الى ما قدما، الاثنين لهما ما لهما وعليهما ما عليهما. في النهايه بشكر حضراتكم جدا، ويا رب ما اكونش طولت عليكم او ازعجتكم. عاش الامه العربيه وعاش الشعب المصري العظيم، والى اللقاء واشوفكم على خير. سلام عليكم. مفيش في الدنيا اغلى من وطن، ده الكل عندي. اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا اغلى من وطن، ده الكل عندي. اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون.